لا يكاد يمر يوم على ساحة الحبوب دون أن تستقبل جثمان أحد من ناشطيها منذ انطلاق الاحتجاجات. هذا التشيع للناشط علي الخفاجي الذي اغتاله مجهولون يستقلون دراجة نارية في حي التضحية وسط الناصرية. الخفاجي فارق الحياة حال وصوله إلى المستشفى بعد إصابة مباشرة بالرأس بحسب مصدر أمني. وقبل تشييع الخفاجي بساعات احتضنت ساحة الحبوب تشييعا آخر لمتظاهر تم التعرف على هويته بعد فحص الحمض النووي بسبب تفحم جثته التي عثر عليها في مقر أحد الفصائل أثناء حرقه في أحداث 25 من تشرين أكتوبر. مئات المتظاهرين توافدوا إلى ساحة الحبوب مؤكدين أن الاغتيالات والتهديدات لن تثنيهم عن المضي في طريق تحقيق مطالبهم المشروعة، متسائلين عن دور الأجهزة الأمنية في ملاحقة الجنات. متظاهري ساحة الحبوب يستنكرون حملة الاغتيالات ضد الناشطين وضد ساحات الاعتصام، ونحمل الحكومة المحلية بحماية أرواح المتظاهرين. ذو ضحايا مجزرة الزيتون جددوا تظاهراتهم أمام محكمة استئناف ذي قار للمطالبة بالإسراع بمحاكمة من تسبب بقتل أبنائهم. شنو هذا الفلش عيونه؟ شنو هذا؟ يا ظن بذولة كلها بذمتنا، يا ذمة الأحزاب. خلي الأحزاب تشوف نباسي تقتلني، خان أنا الأحزاب، خلي شوف نباسي تقتلني. شنو ذولة ذنبهم؟